أعداد كبيرة من الزائرين من داخل العراق وخارجه يتوافدون في كل عام إلى كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم العزاء الحسيني في العاشر من محرم الحرام، مما يتطلب جهدا أمنيا وخدميا كبيرا لتوفير الأجواء الأمنية والخدمية لهم، وهذا ما حرصت عليه الأجهزة الأمنية وبجهود متواصلة. مواطن متعاون ويانا والحمد لله والشكر، وإحنا كل إحنا بخدمة الشعب، وإحنا بخدمة الشعب والمواطن، يعني إحنا بخدمة المواطن واقفين هنا نتعاون وياه تعاون كله جيد والحمد لله والشكر. الزائرون أشادوا بالإجراءات السلسة والمرنة والتعامل الجيد من قبل القوات الأمنية خلال نقاط التفتيش والمرابطات المنتشرة على امتداد الطرق التي يسلكونها، والتي شهدت انسيابية عالية وصولا إلى مركز كربلاء المقدسة. نحن نتقدم كمواطنين من كل المحافظات العراقية إلى وزارة الدفاع، من الوزير إلى آخر منتسب، لأنهم لهم وزارة الدفاع وأيضا وزارة الداخلية، لأنهم لهم الدور الفعال في حماية هؤلاء الزوار الذين يأتون من كل المحافظات العراقية، بل من كل الدول العربية والأجنبية. طبعا هي الفضل الأول للقوات الأمنية، لأن هذا ابن البلد، ما بعد ابن البلد، فأكيد يصير هو أحرص من عندي على الأمن. والحمد لله أنا هسه اليوم عايش أخدم أبا عبد الله الحسين كل سنة بفضل الله والقوات الأمنية، لأن يعني عندهم تعاون كلش قوي يعني. إصدار عدد من التوجيهات إلى أصحاب المواكب الحسينية والمواطنين للتوعية والإرشاد بعدم الانجرار وراء الإشاعة، احترام الأجهزة الأمنية، التقيد بالتفتيش. قائد عمليات الفرات الأوسط أشاد بالجهود التي بذلتها جميع الأجهزة الأمنية، مؤكدا بأن الخطط الأمنية التي نفذت تمت بتنظيم مميز وجهود متواصلة للقوات الأمنية قبل عدة أيام من توافد الزائرين إلى كربلاء المقدسة، وعلى المستوى الأمني والخدمي وبخطط متزامنة ومترابطة أدت إلى إنجاح الخطط الأمنية الخاصة بحماية الزائرين وإنجاح مراسم الزيارة. القطاعات المخصصة للركضة ما بقى إلا 20 دقيقة، فورا آخر 20 دقيقة يستغلوها. إذا ناس قاعدة على الطريق خاصة النساء، إذا أكو عربات عجلات خدمة فورا تطلع. المسار مال الركضة يكون جاهز فقط للناس اللي يدور ركضة الكويريج. قطاعاتنا البطلة في كل الصنوف والاختصاصات تؤدي دور كبير جدا، مطاولة نفس وصبر وعمل حسيني وطني واندفاع كبير لتنفيذ مفردات الخطة. الساعات القادمة مهمة على مستوى الأمن والتنظيم، مثل ما تلاحظون طيران الجيش والقوة الجوية بأجواء كربلاء المقدسة وعلى محيطها. الكمائن والدوريات مستمرة، نعمل على أنه يستمر هذا العطاء وهذه الثمرة حتى نهاية الزيارة إن شاء الله. إشادة من قبل الزائرين برصانة وسلاسة الإجراءات الأمنية التي طبقت خلال الزيارة المليونية في الوقت الذي أشادت فيه قيادة عمليات الفرات الأوسط بمستوى التعاون الكبير من قبل المواطنين مع الأجهزة الأمنية ومستوى الوعي الأمني الذي أسهم بإنجاح الزيارة المليونية من كربلاء المقدسة. لإعلام وزارة الدفاع، فائق العطواني.